رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عيسى حياة وهشام العمراني كابيري النائب الأول لرئيس حضور محمد روراوة وممثلين عن وزارة الشباب والرياضة بالمغرب اهتمام بجيل ناشئ أكيد أنه هو مستقبل كرة القدم الوطنية في السنوات المقبلة يلزم الكثير من الدعم والتأطير لبلوغ الدور النهائي وبعدها الاشتغال مع هذا الجيل للظهور بوجه مشرف في كأس العالم للأندية التي ستقام شهر أكتوبر المقبل بالإمارات العربية المتحدة. يعني لما تقربنا من هؤلاء اللاعبين في مقر الإقامة في الأيام الأخيرة أكيد أنه عزيمة كبيرة جدا لتجاوز منتخب الكوت ديفوار، يتكلمون لغة واحدة، لغة لا تخفي إصرار كبير لبلوغ الدور النهائي من المسابقة الإفريقية. أمل كل الأمل معقود على هؤلاء اللاعبين لتجاوز منتخب الكوت ديفوار، منتخب كبير ذو إمكانية جد محترمة، لكن ما يخوفش لو كان الإيمان راسخ لدى اللاعبين بضرورة الحضور بالموعد النهائي للمسابقة الإفريقية. كنا نتمنى حضور جماهيري أكبر بكثير من الذي نعاينه اليوم، إلا أنه حضور قليل نسبيا، في انتظار حضور جمهور أكثر في الدقائق المقبلة. ينطلق هذا الموعد الهام من قدم عمر العرجون، تصير الكرة للطرف الأيمن للمنتخب الوطني المغربي. التشكيل الرسمي الذي تابعناه أمام الجابون وبوتسوانا والذي يشرك اليوم من طرف الناخب الوطني عبد الله الإدريسي. كرة في خط الوسط جلال بلال، في الأخير الكرة في التماس بإشارة من الحكم ناميبي تشيغونغو راينولد، تماس للعناصر الوطنية. أكيد أن الكل يسعى لبلوغ الموعد النهائي والفوز بالمسابقة الإفريقية لاستعادة جزء من التاريخ. كرة ممتازة جدا نبيل الجعدي من الطرف الأيسر، البحث متواصل عن الهدف الأول. كرة في التماس كما قلت ربط الماضي بالحاضر، نتذكر أن المغرب كان حاضر في مرة واحدة في الحدث الإفريقي على مستوى الشباب عام 1997. جيل مميز جدا قاده طارق السكتيوي ورمزي وعدد كبير من اللاعبين بقيادة رشيد الطوسي الذي يتابع المباراة اليوم كما هي عادته منذ المباراة الأولى رفقة الطاقم الفني للمنتخب الوطني المغربي للتقرب من هذا الجيل. هذا الجيل هو الذي سيصنع غد كرة القدم الوطنية. أكيد أنه سيناريو يتكرر اليوم كما نتذكر الحدث النهائي عام 1997، المباراة النهائية أمام جنوب أفريقيا، وقبل الدور النصف النهائي كان العبور أمام منتخب الكوت ديفوار. نتمنى أن يكون فعل حسن اليوم لبلوغ الحدث النهائي، ولما لا أن نكرر التجربة مرة أخرى وأن نبلغ الحدث النهائي، ولما لا الفوز باللقب. كرة للمنتخب الإيفواري، تدخل دفاع منتخب الفيلة يقوده بامتياز العميد كاسي فرانكي لاعب رقم 10 بمنتخب الكوت ديفوار، لاعب نادي ستيلا الممارس بالدوري الايفواري الاول. كرة تمرر من كيت ابو بكر للطرف الايمن. منتخب الكوت ديفوار ليس بالخس مساء، يلزم الحذر كل الحذر من اللاعب المحترف بنادي اف سي تور كريس بيل بيديا من مواليد العام 1996، لاعب طويل القامة بمؤهلات بدنية وفنية هائلة جدا. مسؤولية كبيرة اليوم على لاعبي خط دفاع لتجاوز عاتر إيفواريا لبلوغ الدور النهائي. محمد المعزتي مدافع الأوسط لنادي بروسيا دورتموند يتحصل على ضربة خطا بإشارة من الحكم الناميبي تشيغونغو راينولد. الدقيقة الثالثة، الدقائق الأولى ستكون مهمة جدا، لما لا بلوغ الهدف الأول. أكيد أننا نتوفر على جيل موهوب من اللاعبين بقيادة حمزة الساخي ونبيل الجعدي وكذا هداف نادي اف سي ميدز ابن مرزوق يونس، هذا كاميرا إبراهيم مدرب المنتخب الإيفواري. كرة تعود من جديد لمنتخب الفيلة، مرر كرته للطرف الأيسر، تدخل يونس بودادي. يونس بودادي من جديد الكرة إيفوارية. منتخب الكوت ديفوار دوره يطمع ويطمح ويبدو مصرا على تجاوز المغرب اليوم. حمزه الساخي مشى بكورتو ويتحصل على خطا باشاره من الحكم المساعد الحكم الجنوب افريقي كومالو ستيفان.
ضغط الدقائق الأولى. يعني أكيد أنه في حال تجاوزه سيكون معطى مهم جدا لتسيير باقي دقائق المواجهة بالشكل الكافي. هذا اختبار حقيقي للعناصر الوطنية اليوم، إجراء المواجهة في طقس حار وحار جدا عكس المباراة الأولى والثانية وكذا الثالثة. يعني المعطى البدني سيلعب دور مهم جدا اليوم. عبد الله الإدريسي يوجه لاعبي نحو اللعب بهدوء وباقتصاد في الدقائق الأولى، عدم المغامرة أمام منتخب الكوت ديفوار. ماشي بنفس الطريقة اللي شفنا بها تسيير المباراة الأولى والثانية أمام الكابون وأمام بوتسوانا. يوم الخصم يختلف، منتخب لديه تقاليد كروية مميزة في كرة القدم الأفريقية منتخب الكوت ديفوار. نعرف جيدا قيمة المواجهات المغربية الإيفوارية على المستوى القاري وعلى المستوى العالمي ايضا. مشات كره من جديد للمنتخب الايفواري، داديا كريسبيل وصل كورته فقط لياسين جبيرة. محمد المعزتي للسلام وتسليم الكره للطرف الايسر. ياسين جبيرة ينطلق بالكره الاسمراني. ياسين جبيرة خريج اكاديميه محمد السادس لكره القدم، والحكم يتدخل اعلان عن ضربه خطا لصالح مايغا ديكبو الحبيب ممارس بالدوري الايفواري. ثلاث محترفين فقط، واحد يمارس بالمغرب وحارس المرمى دياباتي سيك ابو بكر، لاعب نادي تشيلسي اللندني انغبان بيكونتي فيكتوريان، ولاعب اف سي تور الفرنسي كريس بيلي بيديا. ثلاثه فقط من المحترفين. مشات الكره اتجاه الحسن جونيور لوندري. من جديد الكره المغربيه، ضغط على حامل الكره من طرف المنتخب الايفواري. اكيد انه كل مدرب وقف عند نقاط الاختلال، نقاط الضعف ونقاط القوه في المنافس. ياسين جبيرة كره في تماس المنتخب الايفواري. مشات هذه كرة صعبة المنتخب لكوت ديفوار، والحكم يمنح ضربة خطأ للمنتخب الوطني. سيكون ربما الإنذار الأول من طرف الحكم الناميبي في حق الحسن جونيور لوندري. الإفراط في الاحتجاج على حكم المواجهة. ربع ساعة الأولى ستكون مهمة جدا لتحديد مسار البطاقة المؤهلة للدور النهائي. الكوت ديفوار احتلت المركز الثاني في المجموعة الثانية وراء منتخب نيجيريا الذي ضرب وبقوة في المباريات السابقة. كرة من لاعب تشيلسي أونغبان بيكونتي فيكتوريان رقم خمسة لرجل الارتكاز ديارا سوبا عبدول. من جديد الكرة الإيفوارية، صعب وصعب جدا التكهن بطبيعة الفريق القادر على بلوغ الهدف الأول. وركز كثيرا على المعطى البدني في الدقائق الأولى من المواجهة. حمزة السخي مرر كورته للطرف الأيسر، لكن التغطية حذرة من تانو نارسيس. كوت ديفوار التي تنهج سياسة مبنية على أسس علمية على مستوى التكوين، المئات من النجوم تغرد في مجموعة من الدوريات الأوروبية. وسيد بلكوش تصل كرة نبيل الجعدي. نبيل الجعدي والتغطية حذرة من كيت أبو بكر. يعيد للمدافع الأوسط ديالو إسماعيل تشستر. مشات الكرة مرة أخرى لكريس بيل رقم سبعة أيسان جونيور لوندري. احتكار الكرة من طرف لاعبي منتخب الكوت ديفوار لتجريد اللاعبين المغاربة من الكرة. المنتخب الوطني لم يدخل بعد في المواجهة خلال الدقائق الأولى. دور النصف النهائي أكيد أن المعطى الفني يكون مغيب تماما لدى المدربين، ما يهم هي النتيجة، وبالتالي يجب
استغلال الفرص المتاحة من طرف مدافعي منتخب لاكو ديفوار. كرة في خط الدفاع للمنتخب الإيفواري. عمر العرجون تعود الكرة من جلال نبيل. وفي الأخيرة التغطية من طرف لاعبي المنتخب الإيفواري بعيدا عن المغامرة تدبر دقائق الجولة الأولى. مشات الكرة العناصر الوطنية كرة ممتازة تسدد. كان بالإمكان أن يكون هدف أول العناصر الوطنية عبر تسديدة باكرة غادرة للاعب حمزة الساخي لاعب نادي اف سي شاتوغو. هنا الإعادة تسديدة ممتازة جدا كادت أن تغالط المرمى الحارس دياباتي سيك أبو بكر. ما يقارب 6000 مناصر بمدرجات المنصة المغطاة بالمركب الرياضي محمد الخامس يناصرون ويتابعون تفاصيل الجولة الأولى من مواجهة الدور النصف النهائي. ياسين جبيرة مشى بكورتو ياسين من الطرف الأيسر. كرة العناصر الوطنية هناك إمكانية للتقدم من الجهة اليسرى وإبعاد الكرة من دفاع المنتخب الإيفواري. منتخب الكوت ديفوار أبان على مقاومات فنية جد محترمة أمام منتخب نيجيريا. يمتلك أقوى خط دفاع في المسابقة. لم تتلقى مرمى إلا هدف واحد في 3 مباريات. كرة المنتخب الكوت ديفوار كانت عرقلة لكن الحكم يمنح الامتياز للمنتخب الإيفواري لحسن الحظ. ما لازمش ترك لاعب وحده لكي يسدد اتجاه مرمى الحارس وسيد بلكوش. مشى الكرة من جديد عمر العرجون. تهدئة اللعب أمر مهم ومهم جدا في الدقائق الأولى. يعني المغامرة شيء محمود في مواجهة الدور النصف النهائي لكن ما لازمش المخاطرة بهذا المعنى أمام منتخب إيفواري يتوفر على لاعبين مميزين على مستوى خط الهجوم. المنتخب الذي سجل أمام منتخب نيجيري قوي بمقدوره أن يخلق العديد من المتاعب للعناصر الوطنية. حكم صارم ينبه أنجمان بيكانتي فيكتوريان. تعود الكرة للمنتخب الإيفواري. ديالو إسماعيل تشستر اتجاه بيل يحتفظ بالكرة من الطرف الأيسر. تصل من جديد لجونيور لاندري. جونيور لاندري للمنتخب الإيفواري لكن استخلاص الكرة من جلال بلال. مازال الكرة للمنتخب الإيفواري. هناك إمكانية من بنو مرزوق لاعب طويل القمة يفرض على مدافعي منتخب الكوت ديفوار أخذ المزيد من الحذر. دور مهم اليوم لثنائية جلال بلال وكذا عمر العرجون على مستوى خط وسط الارتكاز للاستخلاص. أولا خطورة المنتخب الإيفواري والافتكاك عدد من الكرات للمنتخب الإيفواري لكرة القدم. المنتخب الذي سبق له أن احتل المركز الثالث في كأس العالم بكندا. يعني عنده باع طويل في المسابقات العالمية على مستوى فئات أقل من 17 سنة. فئات السنية بالكوت ديفوار أكيد أنها تخلق الفارق في كرة القدم الإفريقية. وهناك رجل يتابع المواجهة من مدرجات المركب الرياضي محمد الخامس الأرجنتيني أوسكار فيلون الذي اشتغل رفقة الجامعة الإيفوارية في فترة سابقة وكان وراء اكتشاف عدد من النجوم كيوسف فوفانا وكلاعب يايا توري مر في أكاديمية سيكا بيجان ونجوم آخرين. فقط للذكرى نعود للمواجهة. كرة للمنتخب الإيفواري يتحصل على ضربة خطأ. جونيور لاندري ضربة خطأ لصالح المنتخب الإيفواري. مباراة أكيد أنها تخوف الناخب الوطني عبد الله الإدريسي. حقق ما كان منتظر منه هو بلوغ الدور النصف النهائي ومن ثم المشاركة بكأس العالم لكن الطريق لا زال طويلا نحو المباراة النهائية ومنها الفوز باللقب القاري الذي لم نفوز به على الإطلاق منذ أول نسخة للمسابقة بمالي. حمزة الساخي ضغط على حمل الكرة من طرف لاعبي منتخب لاكو ديفوار. استخلاص الكرة جلال نبيل
جلال نبيل مشات الكره من جديد للمنتخب الوطني المغربي. استخلاص قوه بدنيه هائله للاعبي منتخب لاكو ديفوار. بدنيا المنتخب الايفواري افضل بكثير من المنتخب الوطني المغربي. طبيعه اللاعب الافريقي، مورفولوجيه اللاعب الافريقي، البنيه الفيزيولوجيه للاعب الافريقي اكيد انها تصنع الفارق في عدد من الاحداث الافريقيه، وبالتالي التكوين ثم التكوين ثم التكوين. لن نحصل على نتائج في غياب تكوين سليم على مستوى الانديه الوطنيه، لان هذا هو اساس النجاح. ضربه خطا لمنتخب لاكو ديفوار، تسدد الكره فقط ضربه مرمى لوسيد بلكوش حارس مرمى المنتخب الوطني المغربي، حارس مرمى نادي اف سي بروج بالبطوله البلجيكيه. تمثيليه مهمه جدا للدوري البلجيكي لكره القدم بالمنتخب الوطني الاقل من 17 سنه. اكيد ان انتداب هؤلاء اللاعبين جاب تنسيق بين بيم فيربيك واشخاص يعملون في الخفاء، يعني هناك مجموعه من المنقبين او المناديب التابعين للجامعه الملكيه ممن يشتغلون بالقاره الاوروبيه، هم اللي كانوا وراء جلب هذا الكم الهائل من اللاعبين المحترفين للمنتخب الوطني المغربي. كرة من جديد مبعدة من الدفاع الإيفواري في خط الوسط جلال بلال. المنتخب الإيفواري أكثر احتكارا للكرة لكن من دون خطورة على الدفاع المغربي، من دون خطأ. حمزة ساخي مشروع لاعب كبير بكرة القدم الوطنية. بنو مرزوق يونس، يونس بنو مرزوق ضاعت الكرة من نبيل الجعدي والتغطية من المدافع الأيمن يونس بوددي، واحد من افضل اللاعبين بالبطوله، ممكن اعتباره افضل ظهير ايمن بالبطوله الافريقيه لما يتوفر عليه من امكانيات فنيه جد جد محترمه. بنو مرزوق يونس بشب كورته بنو مرزوق، والحكم يامر باستمراريه اللاعب. كره في خط دفاع محمد البوعزاتي، مدافع ذكي وذكي جدا ياسين جبيرة، الانسلام من دون خطا. مشات كرة المنتخب الوطني المغربي من الجهة اليسرى. نتمنى أن يدخل المنتخب الوطني في المواجهة خلال الدقائق المقبلة، لما لا هدف خلال الجولة الأولى. مشات كرة حمزة سخي، حمزة مشات كرته من الجهة اليمنى، كانت أسرع منه الكرة تصل فقط ضربة مرمى. كانت كي حمزة سخي لا داعي لاستنزاف الطاقة، الكرات لن تنفعنا في اي شيء لانه العامل البدني سيكون مهم جدا اليوم لحسم المواجهه. ما لازمش نحملوا لاعبين اكثر ما افتقتهم. مشات الكره للمنتخب الوطني، يونس بودادي، يونس بودادي المدافع الايمن. استخلاص الكره من دون خطا من جديد، حمزه السخي يتحصل على ضربه خطا باشاره من الحكم الناميبي سي كونغو راينولد. 17 دقيقة مازال النتيجة 0-0 بين المنتخبين الإيفواري والمغربي. يونس بودادي، يونس بودادي كرة مرفوعة في منطقة 18 متر، هذه إمكانية، وهناك لمسة يد، لمسة يد للمنتخب الإيفواري، لكن الحكم يأمر باستمرار اللعب. ربما المسافة ما كانتش كبيرة ما بين اللاعب المغربي واللاعب الايفواري او الكره والمدافع الايفواري، وبالتالي الحكم قرر عدم الاعلان عن ضربه جزاء للمنتخب الوطني المغربي. والنتيجه تتواصل 0-0 بين المنتخبين المغربي والايفواري، المباراه التي تجرى بالمركب الرياضي محمد الخامس. مشات الكره في خط الوسط، نبيل الجعدي، نبيل، حمزه السخي، حمزه السخي مشكورته بنو مرزوق، لكن التغطيه كانت من لاعب الايفواري ديالو اسماعيل تشستر، تتحول بسرعه لجونيور لوندري. جونيور لوندري، لوندري من الطرف الايسر، لكن التغطيه من يونس بودادي من دون خطا. من جديد كره عمر العرجون، عمر العرجون للحارس اسيد بلكوش. وسيد بلكوش الثلث ساعة الأولى من المواجهة والنتيجة دائما 0-0.
عدد الجماهير يقدر ب 10,000 مناصر بالمركب الرياضي محمد الخامس. مشات الكره اماميه لاتجاه ابن مرزوق، ابن مرزوق للحارس دياباتي سيك ابو بكر. الحدود الساعه، النتيجه سلبيه والاداء بعيدا عن المغامره. التكافؤ بين المنتخبين الايفواري والمنتخب الوطني المغربي، الدور النصف النهائي الاول لكاس امم افريقيا لاقل من 17 سنه. اكيد اننا ننتظر موعد البشرى الساره للعناصر الوطنيه، موعد بلوغ مرمى الحارس دياباتي. مهما لن تكون سهله اليوم، لكن اصرار العناصر الوطنيه قد يترجم لهدف اول، قد يدلل الكثير من الصعاب في موعد مهم جدا لكره القدم الوطنيه. تصل الكره من جديد للاعب الايفواري كيسي فرانكيانيك. مشاب كورتو في التماس للمنتخب الوطني. منتخب الكوت ديفوار الذي كان حاضرا في مسابقة كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة اللي كانت أقيمت بالمغرب، والتي عرفت تتويج كابوني بعد الفوز في المباراة النهائية أمام المنتخب الوطني المغربي. منتخب الكوت ديفوار الذي كان يشرف عليه الحارس الكبير ألان غوامينيه، وخرج من الدور الأول للمسابقة الإفريقية. بنو مرزوق يونس خطأ، والحكم يمنح ضربة خطأ للمنتخب الإيفواري. جيمو شريف أولاتوندي للاعب الارتكاز كيتا أبو بكر، لاعب أتيما بوبو هي أكاديمية في ضواحي العاصمة أبيدجان. أبو بو تصل الكرة لجيمو شريف من جديد، أبوبو للرقم 19 مايكا ديغو الحبيب، وصل كورتو للطرف الأيمن. مازال لمنتخب الإيفواري صعيبة الكرة الإيفوارية، حذاري من منتخب إيفواري بمقدوره أن يخلق العديد من المتاعب. حكم الحسن الحد يمنح ضربة خطأ للمنتخب الوطني المغربي. محمد المعزتي ياسين جبيرة، جبيرة مشاب كورتو من جديد، بلال جلال مشات كرة نبيل الجعدي، نبيل 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 بشب كورتو، لكن التغطية من الدفاع الإيفواري. جلال بلال، نبيل الجعدي، تصير الكرة من جديد للمنتخب الإيفواري. قوي جدا بدنيا منتخب الكوت ديفوار. يونس بودادي، يونس بودادي، الكرة للحسن جونيور لوندري، والحكم يمنح ضربة خطأ للمنتخب الإيفواري في مكان صعب وصعب جدا. الدقيقة 22 من المواجهة، ما كان أمامه إلا هذه الطريقة لإيقاف نزيف الدفاعي للمنتخب الوطني المغربي عبر انسلال للاعب جونيور لوندري، لاعب إيفوار أكاديمي، لاعب خط وسط هجومي من الطراز الأول. ضربة خطأ يتكفل بها أنغبان بيكونتي فيكتوريان، لاعب نادي تشيلسي اللندني. فيكتوريان لاعب خطير جدا، ضربة خطأ يلزم أن تمر بسلام على العناصر الوطنية لتفادي أي عائق قد يؤثر على المسار العام للمواجهة. فيكتوريان أوسيد بركوش، مسؤولية كبيرة على هذا الحارس فيكتوريان. كرة تسدد مبعدة من طرف الدفاع المغربي، الكرة تسدد في هذا الحارس أوسيد بركوش، يلزم الاندفاع اكثر اتجاه مرمى الحارس الايفواري دياباتي. كانت اصابه للمدافع المغربي بعد احتكاك بلاعب ايفواري. كان هذا الظهير الايسر المغربي اشرف العشاوي لاعب نادي جانت بالبطوله البلجيكيه. من الاعاده لتسديده فيكتوريان، مشات الكرة من جديد، وهنا انذار للمدافع او المهاجم الايفواري، انذار للمهاجم الايفواري. قرار تحكيمي صائب من طرف الناميبي الذي يقود مواجهة اليوم تشيكونغو رينولد. يونس بودادي، يونس بودادي، الكرة المغربية. جيل إيفواري يسعى يوما ما للعب بالمسرح الكبير، مسرح فيليكس وافيت بوانييه.
الملعب الرسمي للعاصمة الإيفوارية أبيجان. المنتخب الذي يشرف عليه اليوم المنتخب الإيفواري الأول الجزائري أو التونسي ذو الأصول التونسية والجنسية الفرنسية صبري لموشي. منتخب لاكوت ديفوار الذي يسير نحو التأهل لكأس العالم لكرة القدم، ولو أن الأمور لم تحسن بعد مباريات الجولة المقبلة ستحسم بشكل كبير في أمر المؤهل لكأس العالم في مجموعة تضم منتخب غامبيا، المنتخب التنزاني، منتخب لاكوت ديفوار والمنتخب الوطني المغربي الذي فقد جزء كبير من الأمل لتأهل كأس العالم، إلا أنه الحدود لا زالت قائمة في المباريات المقبلة بشرط الانتصار في ثلاث مباريات وانتظار ما ستسفر عليه مباريات باقية المنافسين في المجموعة نحو كأس العالم. كرة مشت من المنتخب الوطني تسدد فقط يد الحارس دياباتي سيك أبو بكر. كرة للمنتخب الإيفواري محمد البوعزاتي، بوعزاتي مشى بكرته من دون خطأ وما كاينش تسلل تماما، الحكم يأمر باستمرار اللعب. تعليمات ربما للاعبي خط الوسط للحذر من الهجمات المضادة للمنتخب لاكوت ديفوار. بالتالي خط الوسط حدود الساعة ما مغمرش تماما. عمر العرجون، عمر العرجون، كرة للمنتخب الوطني المغربي مشات لانجباني بيكونتي فيكتوريان. فيكتوريان من جديد الكرة لجونيور لاندري، تعود للعناصر الوطنية. بنو مرزوق يقاتل في خط الهجوم لوحده، ولو أن اليد الوحيدة لا تصفق لحدود الساعة في انتظار مؤازرة ومساندة من باقي رفاق وزملاء في خط الهجوم. غالقين كل المنافذ لاعبي منتخب لاكوت ديفوار. أو سيد بلكوش، تسديد من بعيد والكرات الثابتة قد يكون لها مفعول السحر لحسم نتيجة المواجهة للمنتخب الوطني المغربي. معطى مهم يجب التركيز عليه واستغلال كل الفرص المتاحة، وعلى الأقل نسب عالية من الفرص المتاحة عكس ما تبعنا في المواجهة الأولى أمام منتخب الغابون، وبنسبة أقل أمام منتخب بوتسوانا في المباراة التي منحتنا تأشيرة العبور للدور النصف النهائي من المسابقة الإفريقية. مشات كرة المنتخب الإيفواري، مساندة كبيرة من طرف الجمهور الحاضر بالمركب الرياضي محمد الخامس، دعم كبير لي عناصر شابة واعدة نحو تحقيق حلم الوصول للمباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا. مشت الكرة من جديد من جونيور لاندري، جونيور لاندري ويونس بودادي في المكان والزمان المناسبين يؤشر على نهاية هجمة إيفوارية في انتظار إنهاء الحلم الإيفواري بالمسابقة الإفريقية، أن تجهض الأحلام الإيفوارية في مهدية أمام منتخب شمال الأطلس في العرس الإفريقي نحو الدور النهائي للمسابقة الإفريقية. مشت الكرة من جديد عند اللاعب ياسين جبيلان المدافع الأوسط. ياسين يحتفظ بالكرة في انتظار الدعم من طرف باقي الزملاء والرفاق. ابن مرزوق يونس، جلال بلال، يلزم الهدوء، الكثير من الهدوء في الهجمات المضادة. المنتخب الوطني في ما يقارب 27 دقيقة عاجز تماما عن الوصول لمرمى الحارس زيابتي إلا في كرة واحدة. من جديد كرة المنتخب الإيفواري، كيسي فرانكي، يانيك فرانكي، ماي جاد ديك بول حبيب، تعود من جديد عمر العرجون. هذه هجمة مضادة سريعة بإمكاننا استغلالها، هذه بإمكاننا استغلالها. مشات كرة المنتخب الوطني المغربي، شوفها ممتازة نبيل الجعدي، نبيل الجعدي، كرة للمنتخب الوطني المغربي، مشى بكرته نبيل، مشى بكرته نبيل. من الأحسن الحصول على ضربة زاوية لكن الحكم يأمر بوجود ضربة مرمى للمنتخب الإيفواري. فوارق بدنية شاسعة بين المنتخبين الإيفواري والمغربي. طبيعة تكوين لاعب على المستوى الأوروبي وتكوين لاعب على مستوى أكاديمية كرة القدم بالقارة الإفريقية الاختلاف كبير وكبير جدا. ضربة مرمى للحارس جاباتي سيك أبو بكر. مشت الكرة في تماس المنتخب الوطني، يونس بودادي. المنتخبات الإفريقية عادة ما تكون مميزة في المسابقة العالمية
آخر غانا التي توجت بكأس العالم بمصر عام 2009، منتخب غانا كان بطل للعالم. تظهر قيمة كرة القدم الإفريقية وقيمة المباريات الإفريقية، لكن دول كغانا تستثمر العمل على مستوى الفئة السنية في المنتخبات الكبرى عكس نحن في المغرب، والدليل يتمثل في جيلين. جيل 1997 فاز بكأس أمم إفريقيا للشباب، وجيل آخر عام 2005 الذي وصل للدور النصف النهائي لكأس العالم لكرة القدم في تاريخ مشاركة لكرة القدم المغربية بعد المشاركة الأولى التي كانت بماليزيا، وكان الإقصاء من الدور الثاني بصعوبة أمام منتخب إيرلندا. مشت كرة للمنتخب الإيفواري كيتا أبو بكر، تصل الكرة من جديد لمايكا ديغو الحبيب، وصل كرته للطرف الأيمن لديالو إسماعيل تشستر. منتخب لاكو ديفوار أكثر احتكارا للكرة، لكن من دون فعالية تذكر لحدود الساعة. منتخب إيفواري يأمل في بلوغ الهدف الأول، المهمة صعبة وصعبة جدا، نتمنى أن تتحول هذه الصعوبة لاستحالة في انتظار أن تكبر أحلام العناصر الوطنية في الدقائق المقبلة لبلوغ مرمى الحارس الإيفواري ديابتي سيك أبو بكر. كرة من جديد ديالو إسماعيل تشستر في خط الوسط لمايكا ديغبو الحبيب، من جديد للرقم 10 كيسي فرانكيانيك، وصل كرته للطرف الأيمن عند المهاجم بيديا كريس بيلي، مهاجم نادي اف سي تور كريس بيلي. حذاري من كريس بيلي، والهدف الهدف الاول للمنتخب الايفواري كريس بيلي. قلت منذ الدقائق الاولى حذاري من هذا المهاجم الصريح كريس بيلي، لاعب قوي البنيه، لاعب ممتاز جدا. تسديد الكره من دون رقبه، يضع الكره في مرمى الحارس او سيد بلكوش. معليش، يلزم 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 المواصله، مواصله العمل لتسجيل هدف التعادل. هذا دور المناصرين، يلزم دعم، يلزم دعم العناصر الوطنيه، دخول عدد كبير من اطفال المدارس لملء المركب الرياضي محمد الخامس في غياب المناصرين. نتمنى من العقلاء وكم هم كثر لمسانده هذا الجيل الواعد. ما لازمش لا سب ولا شتم ولا شيء من هذا القبيل، يلزم المسانده لغايه اخر دقيقه لمسانده هذا الجيل نحو بلوغ ما يتمناه وهو الدور النهائي. مشت كره المنتخب الوطني المغربي، كره لمحمد البوعزاتي. محمد البوعزاتي مشى بكرته، يلزم الضغط على دفاع الايفواري، لديكم من الامكانيات ما يكفي للوصول ل مرمى الحارس الايفواري دياباتي سيك ابو بكر. تخوف كبير من المنتخب الايفواري يطبع الاداء العام للعناصر الوطنيه لحدود الساعه. تصل الكره من جديد لكيت ابو بكر، مشت كره المنتخب الوطني المغربي، كره في تماس يونس بودادي للمنتخب الوطني المغربي. نبيل الجعدي، نبيل الجعدي، كرة للمنتخب الوطني المغربي، كرة للمنتخب الوطني المغربي. مشت كرة في تماس، 32 دقيقة من اللعب، وتفوق المنتخب الإيفواري بهدف للصفر، هدف للصفر للمنتخب الإيفواري. في انتظار تعبئة جماهيرية أكبر من طرف الجمهور الحاضر لمساندة المنتخب الوطني لتخطي حاجز الهدف المسجل. هذا طاقم مدراء المنتخب الإيفواري الذي يقوده كامارا إبراهيم، لاعب سابق بالمنتخب الإيفواري، يشرف اليوم على أمال لدى المنتخب الواعد في المسابقة الإفريقية. حضور جالية إيفوارية محترمة بالمركب الرياضي محمد الخامس لمساندة العناصر الوطنية. كرة تصل من جديد، ما يخوفناش منتخب لاكو ديفوار. أكيد أن معطى يؤثر على في عدد كبير من المرات على المنتخبات الوطنية، وهو احترام الخصم أكثر من اللزوم. ما لازمش نحترم خصومنا أكثر من اللزوم، يلزم لعب حدود إمكانياتنا، الإيمان بقدراتنا، وبالتالي النتيجة قد تأتي أو لا، لكن الأهم
ودور بوجه أكثر تشريفا في مباراة اليوم. قد تكون البداية بن مرزوق يونس والحكم الناميبي يمنح ضربة خطا للمنتخب الإيفواري. حسم كل النزالات الثنائية منتخب لاكوت ديفوار ما يقارب 34 دقيقة، كل النزالات الثنائية كانت محسومة للاعبي منتخب الإيفواري. كرة بالراس أشرف العشاوي، عشاوي أشرف، تعود الكرة من جديد لمايكا ديغبو الحبيب، ماكبا ديبو تغطي عمر العرجون، عمر العرجون للطرف الأيسر، ما خرجناش من نصف ملعبنا منذ انطلاق المواجهة نحو مرمى الحارس ديباتي سيك أبو بكر. معطى فني يلزم الاشتغال عليه ما بين شوطي هاته المواجهة الحاسمة نحو المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة. كرة تعود من جديد من جيمو تشريف أولاتوندي بالراس، الكرة تعود فقط لأوسيد بلكوش. من جديد الكرة نبيل الجعدي، مشبكرته نبيل ممتاز، نبيل المهارة قد تصنع الفوارق، أكبر الفوارق في مباراة اليوم. ما زال الكرة المغربية وضربة زاوية هي الأولى في المواجهة. صعود محمد المعزتي، صعود باقي رفاق لاستغلال كرة ثابتة قد تصنع العجب العجاب في مباراة اليوم. الكرة الثابتة قد يكون لها مفعول السحر لتحفيز العناصر الوطنية نحو مرمى الحارس الإيفواري ديباتي سيك أبو بكر. مشات كرة مغربية، كرة مرفوعة، كان بالإمكان أن تكون الخطورة على مرمى الحارس ديباتي سيك أبو بكر. 35 دقيقة والنتيجة هدف لصفر دائما لمنتخب إيفواري. يلزم استغلال هذا الهدف في مصلحتنا. هذه الجالية الإيفوارية الحاضرة بالمركبة الرياضي محمد الخامس المنتشية بالهدف. الإعادة للخطأ من ياسين جبيرة، الحكم يأمر باستمرار اللاعب والإعلان عن ضربة خطأ لصالح المنتخب الإيفواري. سيكون أمر جيد جدا إنهاء الجولة الأولى بتعادل، هدف لهدف لتدوير وقع الجولة الثانية بشكل يدخل الاطمئنان على قلوب الآلاف من المناصرين بل الملايين ممن يتابعون المواجهة عبر قناة الرياضية. الدور النصف النهائي لكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، الثقة كبيرة في العناصر الوطنية، الأمل لا يموت أكيد في كرة القدم، الأمل لا يظل معقودا ويبقى معقودا على العناصر الوطنية لبلوغ الدور النهائي من المسابقة الإفريقية. ضربة خطأ لصالح المنتخب الإيفواري وإنذار هذا لعمر العرجون، انذار لعمر العجون بإشارة من الحكم الناميبي. ندعى الاكتراث بالقرارات التحكيمية للحكم الناميبي تشيكونغو رينولد. كاش خطأ تماما، الحكم قال أنه كان هناك خطأ. مشات كرة المنتخب الإيفواري، هذه كرة صعبة المنتخب لاكوت ديفوار، كرة صعبة 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 لحسن الحظ أنها ذهبت بعيدة بسنتيمترات قليلة جدا عن مرمى الحارس أوسيد بلكوش. يلزم التدخل لإيقاف النزيف الهجومي لمنتخب لاكوت ديفوار والنزيف الدفاعي للعناصر الوطنية. منتخب إيفواري يبدو أنه قادر على حصد الأخضر واليابس اليوم، يلزم إدخال بعض الترميمات على العناصر الوطنية لإيقاف النزيف على مستوى خط الدفاع. مشت كرة للمنتخب الوطني المغربي الذي لا يهاجم تماما في مواجهة اليوم. مشت كرة، مشت ممتازة ممتازة، حكم يأمر بوجود ضربة خطأ. عبد الله الإدريسي وطاقم البدلاء أكيد أنهم مطالبون بتحفيز زملائهم ما بين شوطي المواجهة للتخلص من كابوس من وهم اسمه المنتخب الإيفواري. ضربة خطأ للمنتخب الإيفواري، مشات كرة أمامية لصالح المنتخب الإيفواري. بيديا كريس بيلي والهدف الثاني للمنتخب الإيفواري، هدف ثاني للمنتخب الإيفواري، هدفين لصفر.
للعناصر الإيفوارية. أكيد أنه هدف سيصعب المأمورية كثيرا على العناصر الوطنية خلال الجولة الثانية. هدفين لصفر للمنتخب الوطني الإيفواري أمام المنتخب الوطني المغربي في الدورة النصف النهائي لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم. لن يعاد ثلاث لاعبين أمام مهاجم إيفواري يتقدم لوحده من دون أي رقابة ويضع الكرة في مرمى الحارس أسيد بالكوش. هدفين لصفر للمنتخب الإيفواري لكرة القدم. يسجل هدفين في ظرف وجيز أمام المنتخب الوطني ما يقارب 39 دقيقة. يلزم الاشتغال كثيرا على دعم اللاعبين نفسيا ما بين شوطي المواجهة باش لعبوا الجولة الثانية بما نتوفر عليه من إمكانيات. مشات الكرة المنتخب لا كوت ديفوار من الطرف الأيسر. كرة للمنتخب الإيفواري من كيتا أبو بكر. كيتا أبو بكر مشات الكرة لأنجماني بيكونتي فيكتوريان. هجمة مضادة للعناصر الوطنية من الطرف الأيمن مبعدة في التماس للمنتخب الإيفواري. يونس بودادي نبيل الجعدي. نبيل الجعدي والكرة مبعدة من طرف الدفاع الإيفواري. كرة في التماس مازال ما خرجتش. عودة يونس بودادي لياسين جبيرة. ياسين جبيرة من جديد. الكرة المغربية من الطرف الأيسر في التماس فقط للمنتخب الإيفواري. سؤال بسيط فقط، من يتحكم في برمجة مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم؟ لأنه إجراء المواجهة في الساعة الثالثة مع منتخب إيفواري أكيد أنها مؤثرة بدنيا على لاعبي المنتخب الوطني المغربي اللي اجتمعوا هذه ربما ثلاثة أو أربعة أسابيع، فترة ما تأهلوهمش للشغال على بعض المعطيات البدنية المهمة جدا في الكؤوس الإفريقية. مباراة في الساعة الثالثة زادت الطين بلة، لكن المباراة تتواصل. النتيجة هدفين لصفر. بدنيا منتخب إيفواري قادر على تسجيل عدد كبير من الأهداف في مباراة اليوم. مشات الكرة حمزة الساخي. حمزة الساخي ضاعت من جديد للمنتخب الإيفواري. العزوزي ملمش الكرة تماما عكس بن مرزوق اللي كان حاضر في خط الهجوم. لاعب طويل القامة بنية محترمة جدا أهلته لمجابهة المنتخب الإيفواري. كرة تعود من جديد لياسين جبيرة. محمد البوعزتي. منتخب لاكو ديفوار كان قد فاز فترة سابقة على المنتخب الوطني المغربي في دوري مونتيغو بفرنسا. مشات الكرة من جديد كيتا أبو بكر. كيتا أبو بكر للطرف الأيمن لأيسان جونيو لوندري. مشات الكرة للمنتخب الإيفواري. كرة تسدد بعيدا عن مانما وسيد بلكوش. نقترب كثيرا من نهاية الجولة الأولى من المواجهة. التفوق إيفواري بهدفين للصفر في انتظار ربما ردة فعل في حجم الدورة من طرف العناصر الوطنية خلال الجولة الثانية لتجاوز فارق الهدفين. كل شيء ممكن في كرة القدم. يونس بودادي. يونس بودادي. ياسين جبيرة. جبيرة ياسين. كرة للعناصر الوطنية تجاه زكريا العزوزي. زكريا العزوزي والكرة في التماس لصالح المنتخب الوطني المغربي. يونس بودادي. عزوزي زكريا. محمد المعزتي. مازال الكرة لمنتخب لا كوت ديفوار من أنغبان بيكونتي فيكتوريان. تصل الكرة من جديد لكيتا أبو بكر. كرة مرفوعة للطرف الأيسر. يلزم التغطية. يلزم التغطية. يلزم التغطية على لاعبي منتخب الإيفواري. مشت كرة المنتخب الإيفواري من الطرف الأيمن. منتخب لا كوت ديفوار يسيطر على المواجهة طولا وعرضا منذ الدقيقة الأولى. أكيد أنه يلزم الكثير من الأمور يلزم معالجتها ما بين شوطي المواجهة. يعني
قد يكون تغيير بدخول محمد سعود او لاعب ايت بن ناصر لاعب نادي عيس نانسي خلال الجوله الثانيه. على الاقل هما لاعبين بنيه محترمه جدا وبدنيا غيكونوا افضل خلال الجوله الثانيه للحد اولا من ضغط الهجوم لمنتخب لاكو ديفوار عبر الاطراف وعبر لاعبي خط الوسط المميزين جدا. هذه كره مرفوعه لمنتخب ليفوار، تدخل عمر العرجون مشات الكره العناصر الوطنيه منتخب لاكو ديفوار منذ الدقيقه الاولى يلعب في نصف ملعبنا. مشات الكره نبيل الجعدي في حاجه المسانده والدعم. نبيل مشاب كورتو، نبيل وصل كورتو للطرف الايمن دائما للمنتخب الوطني المغربي. يوناس بودادي مشاب كورتو يوناس في الاخير الكره في التماس للعناصر الوطنيه. مشات كره المنتخب الايفواري الدقيقه الاخيره من الجوله الاولى. ليس اكيد انه يتمنى نهايه الجوله الاولى وان تكون الصافره الختاميه من طرف الحكم الناميبي. مشات كره المنتخب الايفواري في خط الوسط، احتكار الكره من طرف اللاعب الايفواري. بدنيا اقوى بكثير من اللاعبين المغاربه. أعود مرة أخرى لأذكر أن تكوين القاعدة مهم ومهم جدا. سنصفق كثيرا للعناصر الوطنية بعد نهاية المواجهة، سندعم كثيرا هذا الجيل مستقبلا. أكيد أنه في حاجة للدعم كثيرا من طرف كل المسؤولين على كرة القدم الوطنية، لكن كأس أمم إفريقيا تمنحنا درس آخر مهم ومهم جدا. كرة القدم الإفريقية قطعت مسافات كبيرة وكبيرة جدا مع نظيرتها المغربية، فوارق شاسعة على المستوى البدني لأنهم يشتغلون في صمت على مستوى التكوين. مشات كرة المنتخب لاكو ديفوار من الطرف الأيمن للمنتخب الإيفواري. مشات كرة من جديد للعناصر الإيفوارية، احتكار تام للكرة، نسبة قد تصل 65% نسبة احتكار الكرة من طرف لاعبي المنتخب الايفواري. مشات كرة المنتخب الوطني المغربي، مازال إيمان كبير في العناصر الوطنية للعودة في نتيجة المواجهة رغم قناعتنا التامة بأنه الفوارق شاسعة بين المنتخبين الايفواري والمغربي. يعني نتكلم جزء من العواطف لكن الواقعية لازم أنها تكون حاضرة وبقوة في تعاملنا مع مباراة الدور النصف النهائي أمام منتخب لاكو ديفوار. كل شيء ممكن، أكيد يلزم الإيمان بقدرات العناصر الوطنية خلال الجولة الثانية. جلال بلال، يوناس بودادي، محاولة المراوغة من زكريا العزوزي، يوناس بودادي والكرة في التماس المنتخب الوطني المغربي. مشات كرة يوناس، مازال المنتخب الوطني المغربي. زكريا العزوزي، يوناس بودادي، يجب فتح اللعب من الطرف الأيسر. يوناس بودادي يتحصل على ضربة خطأ بإشارة من الحكم الناميبي تشيكونغو راينولد. يوناس بودادي، محمد البوعزاتي، عمر العرجون، وضربة خطأ لصالح المنتخب الوطني المغربي. عمر العرجون، ياسين جبيرة مشاب كورتو ياسين جبيرة مرة الجهة اليسرى المنتخب الوطني المغربي. مازال ما خرجتش والحكم قال أنه تماس للمنتخب الإيفواري. ثواني قليلة جدا سنتحول زملاء في البلاطو التحليلي سؤال لك هشام فرج للمحلل الذي يحضر اليوم لتحليل المواجهة. هل بمقدور العناصر الوطنية العودة في المباراة التالية؟ وهل تؤكدون هذا المعطى أنه الإيفواريون يشتغلون في صمت على مستوى التكوين بدنيا أقوياء وبكثير أمام المنتخب الوطني المغربي وما تأكد خلال الجولة الأولى؟ أترك لكم الإجابة عن هذا السؤال، أما أنا فألقاكم مع انطلاقة الجولة الثانية. لكم مني ألف تحية